استعذ بالله وبسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قوله الحق وله الملك في قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولتكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر قال هذا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم. الضالين. حسبك. السؤال الأخير اقرأ من قوله سبحانه وتعالى: إن أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. حسبك وبارك الله فيك.